مرموقه وشخصيه كبيره جدا يعني، وقريب جدا من اللعيبه واللعيبه بتحبه. نصحك بيه المهندس محمد عادل، بيقول لك انك خلاص يعني المفاوضات مع النادي الاهلي تمت على سلام وهتنضم للنادي الاهلي. هو المهندس محمد عادل من يعني من ساعه ما هو جه مسك معانا في الدرجه الاولى وهو دايما بيكلمني ان انا يعني لعيب مشروع جديد لمحمد صلاح، ودي طبعا من وانا صغير يعني انا يعني الراجل ده يعني لو نفسي ارد له حاجه من اللي هو عملها لي يعني وقف معايا كتير جدا وساعدني كتير جدا، واي حاجه بطلبها منه كان بيعملها لي. فهو يعني كان والدي في نادي المقاولين يعني. مهندس محمد عادل، مهندس محمد عادل يعني قام معايا يعني، يوم حتى ما اتصبت في نادي المقاولين لما جالي اصابه في هو اللي ساندك وقف معايا وصفرني، وكانت حاجه يعني مش بتحصل قوي في نادي المقاولين ان اللعيب بيسافر يتعالج بره. فلا طبعا يعني هو لما كلمني اتكلم معايا في حته النادي الاهلي، هو يعني كان لما عرف رغبتي كمان هو كان بيشجعني ساعدني وشجعني ونصحني وقال لي ان انت داخل على مرحله يعني صعبه جدا، بس قال لي ان انت قدها ان شاء الله وانا ان شاء الله هكون قدها.